دام قلبك ينبض بالحياة إذن لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إن الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطانه ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. ننولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأننا عاجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأننا مفقودين. كنت أتمنى أن الأمور توصل بيننا إلى طريق مسدود كذي. أنا ولدك وأنت أبوي، ولك الحق ضربني، لكن أنا أيضا من حق الناس بصورة حياتي بالطريقة اللي أنا أريدها. معي تربح كثير ضدي تخسر كل شيء. أنا ما ضدك وعمري ما أكون ضدك،
انت مهما كان ابوي، واذا كنت تتكلم عن سالفة الفلوس والربح فانا اكره الفلوس انقذها. حد يكره الفلوس؟ حد يكره الغنى والثروة؟ انا، لان الفلوس هي السبب اللي احنا فيه الحين، هي السبب للانهيار اللي عايشينه يا ابوي. الظاهر القراءة ضيعت مخك خلاص، والاكيد انها عرفتنا الكثير. مصمم على كلية الزراعة؟ طبعا. فرحانة؟ طبعا. اولادك صاروا في حفظك خلاص، خليتيهم مني. هو على انتقامك؟ خيالك المريض هو اللي صور لك كل هذا. انا فرحانة لاني قدرت اخلي اولادي يعرفوك زين. هذا ما معناته اننا اكرههم فيك او اخليهم يعصوك، لا. إذن اللي صار هذا إيش تسمينه؟ حد يزعل إن أولاده تكون لهم شخصيات مستقلة؟ يا سالم، أولادك الحين صاروا يعرفوا متى يقولوا نعم ومتى يقولوا لا. المفروض تفرح مثل ما أنا فرحانة. زين زين يا فاطمة. ادخل كلية الزراعة، سوي اللي تريده. وانتي ما تريدين تغيرين كليتك بعد؟ امك ايش محفظتنك عشان تحاربيني بيه بعد؟ يا ابوي، يا ابوي لا تقول ذاك. نحن نحبكم ونحترمكم. صحيح امي ماخذه منك موقف قديم، لكن عمرها ما كرهتنا فيك وعصتنا عليك. لا، باين باين وواضح، ما يحتاج تقولين. مبروك عليكم النجاح، مبروك. انت اللي غلطانه. انا راشد يتزوج علي انا. راسي بينفجر، احس نار بجسمي كله. اهدي يا صفيه، اهدي. بعدي عني. انت اخوك ما خذينا منكم من الهم والغم والنكران والجحود. اخوك يتزوج علي انا. اذا ليش كنت تريديني اتزوج على زهره؟ ها، اللي ما ترضين نفسك المفروض ما ترضين غيرك. زهره شيء اخر، وضع ثاني. ليش؟ عشان ما يجيب اولاد يعني؟ انا ما اعترض على الرجل يتزوج على زوجته، بس اكون بعلمها برضاها. ولو محمد يتزوج علاش انت بتكوني موافقه وعارفه. زين اهدي يا صفيه، اهدي، هذه العصبيه ما تحل شيء. انا ما بهدى الا. لا، انا قلت لا. واسمعي، اذا كنت ظلمتي زوجك بانشغالك عنه فانا ما برضى انه هو يظلم بنات الناس معاه. انا ما قلت كذي، معنى كلامك اني احطه في نقطه اختيار، يا انا يا هي. ما أنا اللي حط نفسي في مزاد للاختبار أبداً. ما في داعي للكبرياء اللي ما له داعي هذا. أنت لازم تخلصني منه، أنا حياتي معاه انتهت. أمر المشاكل ما تنحل بالانفصال، بالعكس تبتدي. ولا تنسي أن بينكم نادر. هي هذه كلمة مبروك اللي بياخذها منكم بمناسبة نجاحه؟ حمد. أي حمد، أي حمد. بصراحة نادر خسارة فيكم أنتوا الاثنين. وين الأمومة يا أستاذة؟ لولا زهرة كان نادر ضاع من زمان. انت ايش تعرفي عن نادر؟ ايش تعرفي عن مشاكله؟ انت مشغوله بنفسك وبس، صفيه مشغوله بصفيه وبس. زين، اذا كنت انا غلطانه من واحد الى ما لا نهايه، هو ما غلطان يعني؟ حاول معك كثير وبدون فايده. كلمتك كثير وانت كنت تعامليه وكانه تلميذ في مدرسه انت المديره فيها. تتصرفي معاه وكانه موظف عندك. يعني ما غلطان اخوك غلطان ولا لا يا زهره؟ مدام أخوش يتكلم معاش أنا ما أتدخل. يمكن يكون تسرع، يمكن يكون غلطان، لكن الشيء المؤكد إنك أنت اللي غلطانة، وجاء الوقت اللي تعرفي فيه غلطك وتصلحيه وترضي بالأمر الواقع. إيش يعني أرضى بالأمر الواقع؟ تريدني أنا أعيش معهم متزوج وحدة ثانية؟ وإيش فيها؟ ما أنت أول وحدة ولا آخر وحدة زوجها تزوج عليها، ولا بتكوني آخر وحدة. غيركم كثيرين على هذه الحالة وعايشين مرتاحين. أنا لا. تعرف يعني إيش لا؟ حياتي معاه انتهت، والأحسن نحن ننفصل بكل هدوء. انت اكيد جنيتي. ايش بيكون حال نادر حتى وانت تطلب الانفصال ما تفكري الا في نفسك؟ اهدي يا صفية، اهدي واستهدي بالله. من يعرف، يمكن تكون زوجته الثانية طيبة وبنت حلال. انت تريد تجننيني؟ حمد، ايش قلت؟ قلت ما في شيء اسمه انفصال. راشد ما بيرضى، حاولي تصلح اللي راح. رجع الطير لعشة وبعدين الأمور بتكون طبيعية ومثل ما أنت تريدي. لا لا لا.
يا صفية يا صفية، فتحي قلبك للتفاهم، للود، للحب اللي نسيتيه وسط انشغالك ونسيتي معاه اني زوجة وام. اصحي اصحي ولحقي اللي راح باللي جاي قبل لا يضيع منك كل شيء، يضيع كل شيء من ايديك. اصحي اصحي وعرفي ان الدنيا لها احوال، وانا احوالي ما تناسب احواله. ابوي انت ليش تضحك؟ انا فرحان بنجاحك يا ودي، وعقبال البكالوريوس ان شاء الله. انا اليوم اسعد انسان في الدنيا. بس انا ما سعيد. ليش؟ انت ناجح بتقدير زين. ايوه بس بس ايش؟ امي امي يا ابوي. امك زعلان علشانها ولا علشاني؟ انا يا الوالد زعلان علشانكم انتوا الاثنين. يعني انا غلطان؟ حشاك يا ابوي حشاك. بس امك لازم تصحى شوي، وحمد اخوها موافق على كل شيء. يعني انت سويت فعلا؟ تزعل لو سويتها؟ انا يا ابوي ما دخل في خصوصياتك، حياتك وانت حر فيها. كذي تكون فعلا ريال وعقلك كبير وتخليني افتخر ان عندي ولد اسمه نادر. عفوا ابوي، يعني انت تزوجت واحدة ثانية على امي؟ يا ولدي انا ما اريد اضيع عليك فرحتك بنجاحك، ولا اريدك تزعل علي. يا نادر انا عمري ما فكرت اسوي شيء مثل هذا. معقولة معقولة افكر بنفسي وانا عندي ولد بعد كمين سنة يكون معرس؟ افرح بنفسي ولا باولادي واولاده؟ يعني ما تزوجت؟ لا ما تزوجت. حلو، اذا ايش السالفة؟ توعدني يكون سر بيننا؟ طبعا. انا سويت كل هذا علشان احافظ على هذا البيت. يا نادر انت الحين مو صغير، وممكن اقول لك اني كانسان مريت بلحظات ضعف، فكرت اني اتزوج وقررت، لكن في كل مره كنت اتراجع عن قراري لما اشوفك قدامي. فكرت اني انفصل عن امك وبعد قررت، لكنك كنت تلغي كل افكاري. وجودك يا نادر كان يخليني اقاوم. ارجو انك تكون فاهمني يا ولدي. فاهمنك ابوي فاهمنك. فكرت مع خالك اني اخترع سالفه الزواج هذه ونمثلها على امك علشان تصحى من غطرستها شوي. صحيح ابوي، انت احسن اب في الدنيا. المهم مثل ما قلت لك هذا السر بيننا، وما اريد امك تحس باي شيء ابدا. ان شاء الله ابوي ان شاء الله. وهذه البدايه يا صفيه يا زوجتي العزيزه. ما بروح عزومه حمد ابدا. ليش لا؟ اريد اعرف يا هند. يا امي يا امي، ما تريد تفرحي بنجاحي وانا رايح سنه ثانيه في كليه الهندسه؟ مقبول ها؟ مقبول ولا جيد، المهم اني نجحت. الذاكر بدون تركيز يا ولدي. المهم ايش قلت يا هند؟ لا تنسي انه حمد يسوي هذه العزومه كل سنه، ما علشان نادر ولد راشد وبس، لا علشان اولادنا كلنا، وفرصة لكل المعارف والأصدقاء يلتقوا عنده. علشان كذا أنا ما بروح، ما أريد أشوف سالم في أي مكان. يا أمي يا أمي انسي اللي راح، يكفي لين كذي. لا لا خالد خلاص، لا ضايق أمك أكثر من كذي، بنروح إحنا. الوالدة لو ظلت على هذه الحالة اللي أفكر فيه ما بيصير أبدا. ليلى. لا ليك سوالف يا سالم. مبروك يا جماعة مبروك. الله يبارك. يا جماعة ايش رايكم ندخل داخل نشرب قهوة؟ يلا اتفضل اتفضل
مقبول، المهم انك خذيت البكالوريوس وهذا اللي يهمني يا مهندس. مبروك يا خالد، مبروك يا ولدي. انت خلاص يا هند، اللي مضى في جانب واللي راح في جانب اخر، انت ربيتيه لحد ما صار رجال وهذا اللي يهمني. خلاص يلا تفضل قدامي على الشركه. وين تفضل زين، ارتاح اليوم؟ حرام عليك، تراك انت مرتاح طول الاجازه، جالس تتنقل لي من مكان لمكان. يعني ايش، ما تريد تصير مسؤول ولا ايش؟ ولا فاكر ان المساله فوضى؟ ها يلا قدامي اشوف، تحرك يلا يا بطل، يلا يا مهندسنا، يلا الحبيب. تفضل تفضل يا خالد يا ولدي تفضل. خالد يا ولدي، من اليوم انت بتكون مدير الشركه. انا؟ ايوه انت. ها ايش رايك بهذه المفاجاه؟ اما فعلا مفاجاه، شكرا يا ابوي شكرا. وهذا هو بيكون مكتبك. الف مبروك يا مهندس خالد، بركب الاستاذ سيف، احنا بهذه المناسبه يا استاذ لازم نسوي حفله ونعزم كل الموظفين. ان شاء الله حفله النجاح ومسك العمل في الشركه. اقول سلمان وين قاسم؟ ما اشوفه. قاسم طلع خارج الشركه في مهمه بيرجع ان شاء الله. طيب يوم يرجع خلي قابلني شوي في المكتب او غيره، ولا يهمك. يلا انا استاذن. تفضل بس تفضل. وانت يا ولدي تفضل على مكتبك شوف. يلا يلا بمديرنا الجديد، اريد اشوفه كيف منور كذا على المكتب. الله، ما تصور فرحتي بنجاحك، كيف صايره اليوم يا خالد؟ يا ولدي يا خالد، انا اريدك من اليوم تتحمل معي مسؤوليه الشغله شويه. خلاص انت صرت رجل، وانا عينتك مدير الشركه علشان تحس بالمسؤوليه اكثر. كل شيء هنا في يوم من الايام بيكون ملكك يا ولدي. الله يعطيك الصحه وطول العمر يا ابوي. خالد يا ولدي، انا ما اريد اللي بنيته بسنين تضيعه انت في يوم. كل شيء هنا لك انت، ولازم تتعلم كيف تحافظ عليه. ابوي اطمن، وان شاء الله بكون عند حسن ظنك. امين. اسمعني يا ولدي، انا بعطيك مشروع اريدك تدرسه زين، لان الدراسه لاي مشروع هي سبب نجاحه. تدرسه وتسوي لي تصور على الورق كمهندس كيف بيكون، ها؟ وبعدين نتناقش فيه، واي شيء فيه ناقص انا بقول لك عليه. زين؟ اتفقنا؟ اتفقنا. بس بس ايش؟ تريد فلوس؟ محتاج شيء؟ لا ابوي لا، شكرا. بس الحقيقه انا الحقيقه ايش؟ مالك يا خالد؟ خير؟ في شيء؟ عموما انا متاكد انك بغيت تقول شيء لكنك ترددت، او نقدر نقول استحيت. عموما ما دام انك فكرت تقول لي شيء، اذا بتقول لي اياه متى ما تحب. يلا الحين يا مهندس خالد، اجلس على مكتبك ولا تفكر الا في شغلك وبس. زين؟ واطلعني على التصميم مع الدراسه الوافيه في اسرع وقت. حاضر يا استاذ سيف. يلا يا ولدي بالتوفيق. الو ليلى، كيف حالك؟ مالك زعلانة يا ليلى؟ صدقيني انا الود ودي اجي اخطبش من ابوك من امر بكره، ايش رايك؟ يا ليلى احنا كبرنا وصار من حقنا ان احنا نقول ونصرح بقرارنا، ايش ناقص بعد؟ مذاكرة وذاكرنا، تخرج وتخرجنا، شغل واشتغلنا، ايش ناقص بعد؟ يلا اريد اعرف ايش ناقص. المفروض اني انا اشتغل بعد، ولا يعني اللهم نفسي نفسي. كل شيء لازم يتم خطوة بخطوة، لا تنسى ان في السالفة رواسب قديمة والمسألة ما سهلة بالمرة. تكلمي مين يا ليلى؟ ليش سكرت الخط؟ لا ابدا، هذه كانت صديقتي تبارك لي بالنجاح. كذابة امي. ليلى انت كنت تكلمي خالد وتسيب بن صالح. انا كنت عارفة، بس كنت باغي الوقت المناسب عشان اكلمش في هذا الموضوع. ليلى انا عشت حياتي كلها علشانش انت واخوش، واللي ابغاه ان الصراحة تكون هي لغة التفاهم بيننا. ايش يبغى خالد؟ كان يريد، يعني يريد يتزوجش؟
وأنا ما عندي مانع. والله؟ أقصد يعني أبوي، المشكلة أنت تعرف اللي بينهم. علشان كذاك أنا أقول لك إني موافقة. ألف مبروك يا نادر يا ولدي. ألف مبروك. الله يبارك فيكم. أنا بسوي لك أنت وأصدقائك حفلة ما سويت مثلها من قبل. إيش رأيكم يا جماعة نسوي الحفلة في فندق الزهراء؟ مال الدكتورة هند بنت المرحوم خلفان. أي حفلة، أي حفلة يا خالي الله يهديك. وأنا معك يا حمد، أنا أقول نخلي الحفلة والعزومة يوم زواجه. ما أنا بعدي ما كملت. ما عليه، أنا كملت عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا راشد، حياك. كيف حالكم؟ يا هلا ومرحبا. أما عندي خبر عنيف. عارفينه، نادر نجح. أنا عارف شيء أهم. إيش؟ طلقت زوجتك الثانية؟ إيش؟ ما له داعي هذا الكلام، ما له داعي. أنا بقولكم الخبر، لكني حاس إني شوي عطشان وأريد جلاس ماي بارك يعني. دقيقة. دقيقة بيكون الماي عندك. يلا تفضلي تفضلي. الله ياخذ سوالفك يا راش. أبوي أنا أقول لو تقول للوالدة بالحقيقة، كم سنة الحين وإحنا معيشينها في كذبة؟ قول كم سنة وإحنا حاسين بالراحة يا ثور، كم سنة وإحنا حاسين بالراحة؟ ليش تريد تطلعني منها الله يهديك؟ أمك بترجع لغطرستها ولو خبرناها، كذي زين كذي أحسن. هذا رأيك؟ إيه هذا رأيي، رأيي مو رأيك. يلا روح قد روح قد لولد. أنت خلك من هذه السوالف الحين وقول لي إيش المفاجأة اللي عندك؟ حمد لحظة شوي خليه يشرب الماء بالأول. هذا أخوك طبعا كذا كله مستعيل مستعيل الله يهديه. يا بارد هذا بارد بارد. ها شكرا. العفو. هني هني إن شاء الله. سبحان مغير الأحوال. قولي سبحان الذي يغير ولا يتغير. سمع المفاجأة. المفاجأة إن جامعة السلطان قابوس بتسوي حفلة كبيرة بمناسبة تخريج أول دفعة منها. مبروك عليك شهادة تقدير يا ليلى يا بنتي. ما شاء الله ما شاء الله. ها إيش ناوية تسوين الحين؟ أشتغل. أبوي أتمنى أكون صحفية. إيش؟ تشتغلي؟ الله يهديك يا بنتي، بس يعني أنت محتاجة. انسي هذا السالفة انسيها. إذا الأستاذ سعيد مال الزراعة هنا ما أشوفه. راح عن جدة البلد. مرة ثانية؟ يعني لازم كل إجازة يقضيها هناك؟ أبوي أنت تعرف إنه من يوم دخل كلية الزراعة هو يشرف على أرض جدي. جالس يضيع وقته. ما عليه، أنا تاركنا الحين يسوي اللي يريده، لكن إن شاء الله لما ينجح السنة الجاية أنا لي معه كلام ثاني إن شاء الله. ها يا بنتي يا ليلى، طلبي اليوم اللي تريدينه وانا بحقق لك اياه. اي شيء اللي اطلبه انا صعب وما في امل انه يتحقق. مبروك مبروك يا فاطمه، مبروك. هي هي، من يصدق ان السنين تركض كذي؟ بنتنا ليلى صارت خريجه جامعه ما شاء الله. هي يا زمن. لكن هذا الأستاذ سعيد هذا مال الزراعة كيف يروح البلد من غير ما يقول لي؟ الجائزة والشهادة يا بنت مسعود. يا بنتي الله يبارك فيك يا أبوي. شكرا. أنا ما مصدقة أن بنتي تخرجت بهذه السرعة. تعرف يا هدى، أنا حاسة وكأني أشوف نفسي فيش وكأني أنا اللي نجحت. شكرا يا أمي، كل شيء صار بفضل الله وفضلش أنت طبعا وفضل أبوي. وبعدين أنت مثال لمعنى الاجتهاد، وبديتي من الصفر والحين صاحبة مكانة وظيفة محترمة تليق باجتهادش. بس يا ريت هذا يعجب أبوش.
أبوها راضي فرحان، بس أنت الله يهديش طبعك حار شوية. أنا ولا أنت يا مسعود؟ أنا وإنتي. أنا بعض الأحيان عفاريتي تطلع شوية. ها يا بنتي، إيش ناوية تسوي؟ بشتغل مدرسة هنا، هو بكمل مشروعي مع أهل منطقتي. أي مشروع هذا؟ مشروع محو الأمية، بس بيكون تعب عليش يا بنتي. أنا بقول تتزوجي وتريحي بالش، خطاطيبش كثار. يعني هي تعلمت عشان تتزوج؟ خليها بالأول تحس بطعم نجاحها. كل واحدة مصيرها للزواج، لا تفتحي سالفة مالها أول ولا ثاني. أمي أبوي، كل متعلم في هذه البلدة صاحب رسالة، وأنا هنا هي رسالة التعليم. الله يكملك بعقلك زود زود يا بنتي. انت صبرية تفضل. السلام عليكم. السلام. اكيد جاي تبارك مثل كل سنة. وبعدين معك. انا فعلا جاي ابارك. مبروك على التخرج يا حودي. الله يبارك فيك يا سعيد، وانت ان شاء الله السنة الجاية تتخرج وتتفرغ لارض جدك. انا ما اظن ان ابوك بيخليك هنا، اكيد بياخذك معاه تشتغل في الشركة. يا عمي مسعود، انا ما درست زراعة الا علشان احقق وصية جدي الله يرحمه، واللي ابوي ما قدر يحققها. هذا انت اشوفك تعرف تتكلم زين. الله يكملك بعقلك زود زود يا ولدي. عمي مسعود، يا ريت لو تجي معي نشوف الارض. بمجهوداتك ان شاء الله الارض تصبح جنة، لاني انا اشوف من اول ما بديت تباشرها بدت الحياة ترجع لها وتخضر. كل البركة فيك يا عم مسعود، والعين ما تعلى على الحاجب. احسنت يا ولدي احسنت. يلا انا بجي معك. يلا يا هدى تعالي معي، جارتنا نصر وصت عليك. ان شاء الله. تعال. مع السلامة. ولد سالم ايش يريد منه؟ انا خايفة وافكار تودي وتجيب. الله يلعن ابليس سالم واللي يجي من عنده. يلا يا جماعة يلا، همتكم معانا، عندنا شغل نبي نخلص آخر الأيام. يا محمد ما يلا لحظة ماكلك. لحظة أنا جايك. لحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها خلصت المهمة من عند جارة نصرة؟ أيوة خلصت، بس أبوي وينه؟ بغي أسأله إيش بغي على الغداء. هدى مبروك. الله يبارك فيك، عقبالك. اشتقت لك. نعم؟ ها لا، أنا أقصد اشتقت الأرض. هدى أنا بغى أكلم أبوش في موضوعنا. بعد التخرج يا سعيد يكون أحسن. وأنا بعدني أنتظر لحد ما أتخرج. أصبر أصبر يا سعيد. يلا مع السلامة. كلنا بنروح البلد ولا ايش رايك؟ خلاص على رايك، انت اشر بس وانا نفذ. وانا بشتغل معك فرع شركه هناك، وفرصه اكون مع يدي ويدتي، ولا ايش رايك يا امي؟ خلاص يا ولدي. لكن تعالي صفيه، انت عندك هذه ندواتك والجمعيات و... ما يخالف، انا اديت واجبي في هذا المجال، واحاول الحين اني اكون مثال للزوجه للام. بس خير. بس ايش زوجتك الثانيه؟ أنا قلت لك ما أريد أسمع السالفة هذه مرة ثانية. خلاص خلاص زين. يا سلام، لو أعرف أنها بتتغير كذي كان من زمان لعبت عليها اللعبة. صحيح اللي قال ما يرد الحرمة إلا حرمة مثلها. الحمد لله الدنيا تغيرت يا ولدي، والصيادين صارت لهم مكانة. يا الله نسأل الله حسن الخاتمة. الله يطول في عمرك يا أبوي، الله يطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. سلامتك يا يدي سلامتك. أنا وأبوي وأمي بنعيش معكم هني على طول، وبنشتغل هني بعد. كنت أتمنى يا يدي أنزل معاك البحر. إيه والله صرت رجال يا نادر. إيه الدنيا أيامها سريعة. كيف حالك بنتي؟ الحمد لله بخير يا أمي. كنت أتمنى أطمن على زهرة بنتي وأشوف أولادها قبل لا أموت. ما يخالف يا أمي،
بكرة إن شاء الله الله بيرزقها وتفرح بولاتها مع حمد، وأنت تشوفهم تربيهم يا العود. ومن يعرف الواحد ويعيش لديك الساعة يا بنتي. الله يطول في عمرك يا عمي، وتكون بيننا دايما وتفرح بولاد زهر وأولاد نادر بعد. أما عن نفسي يا يدي أريد أتزوج من باكر. وبعدين يا خالد قلت لك ما الحين. متى بس يا ليلى متى؟ لما نثبت وجودنا في الشغل ونثبت لأهلنا أن نحن قادرين نعتمد على أنفسنا. وبعدين يا ليلى وبعدين؟ يا خالد لا تنسى أن خبر مثل هذا ما بيكون سهل على مسامع أبوي ولا على أمك. يا ليلى نحن أهل بالأول وبالتالي، وبعدين رابطة الدم بيننا مهما كان. كلام جميل، بس هم يا ترى يعيروا أي اهتمام؟ كل الطبائع ممكن تتغير مثل ما تغير كل شيء حواليهم. الحب هو اللي بيؤدي للتغيير للأحسن، وعجلة التغيير بتدور كل يوم. ربك يسهل يا خالد، يلا نمشي. ليلى يا ليلى. ليلى الحين راجعة من الشغل، ايش بغيت مني؟ يكفي شغل، انا جاي الحين عشان هذا الموضوع. بنت سالم ابراهيم تشتغل، ايش يقولوا الناس عني؟ ابوي انا خذيت الاذن منك قبل كل شيء، واعتقد الشغل ما فيه اي عيب. كنت غلطان، كنت غلطان لما شجعتك على هذا الموضوع. وبعدين تعالي، اذا كنت مو صار على سالفه الشغل هاي تعالي اشتغلي معي في المكتب. ابوي انا اريد اخذ مجالي ودوري. ايش هالكلام هذا؟ مجالي ودوري وخرابيط؟ علموكم في المدارس كلمتين وصدعتونا بن. وبعدين تعالي، انت مرتبك اللي تاخذينه ليش بتسوي به؟ استلمه. يا ليلى يا ليلى يا بنتي سمعيني، انا وامك عندنا فلوس تغنيك انت واولادك واولاد اولادك انت واخوك. ايش الداعي للشغل؟ الشغل ما علشان الفلوس، لا. وبعدين المساله ما تستاهل كل العصبيه اللي انت فيها الحين. ليلى اتركي شغلك وتجين تشتغلين معي في المكتب. اعذرني يا ابوي ما اقدر. انت موافقه على تقولها بنتك؟ وفرحانة بي بعد. ها قولي، يعني انت اللي شجعتيها؟ أبوي بدون ما تدخل في نزاعة مع أمي، هذا القرار أنا اتخذته وانت وافقت عليه، والحين عن إذنكم عندي مقالة ولازم أخلصها. خلاص ارتحتي؟ حويتي أولادك في حضنك؟ بنتك تمشي على كلامك؟ ولدك في البلد بيدار اللي تريدينه يمشي؟ ولا كلامي خلاص في البحر ما له داعي؟ زين زين يا فاطمة، بيت العيشة فيه تغم؟ أريدكم تنفذوا كل شيء وبنفس المواصفات، زين؟ إن شاء الله بنفس. تفضل. يا ربي أنا في حلم ولا في علم؟ بالأكيد في علم يا مهندس. زين زين. قولي قولي إيش رأيك في هذا التعديل؟ أنا جبت هذا هنا بعد ما كان هنا. إيش رأيك؟ ممتاز. لحظة. إيش رأيك؟ ما شاء الله شوف نشاط. ها ايش رايك كذا ابغاك؟ انا صممت هذا يعني من وجهه نظري انا. انت اللي رسمت هذا يا خالد؟ طبعا
كيف أبوي أنت ما عندك ثقة في ولدك إنه ممكن يسوي هذه الأشياء يعني؟ لو ما كانت عندي الثقة ما كنت حطيتك هنا يا خالد. ممتاز، نفذ في الحال. ولدك صار ممتاز يا هند، ما ناقصنه غير العروس. والعروس موجودة. انت هنا؟ خالد، انت صحيح تريد تتزوج؟ وليش لا يا هند؟ يلا خلينا نفرح بأولاده. أمي، قبل فترة أو قبل سنوات مضت قلتي لي خالد ما لازم تكون سرحان، ذاكر ولما تتخرج وتشوف نفسك بعدك تفكر في البنت اللي شغلة تفكيرك بزوجك إياها، تتذكري؟ أتذكر. إذن أنا أقول لش إني بعدني أريدها وهي تبادلني نفس الإحساس، وما ناقص غير موقتكم. إنزين نعرف من تكون هي بالأول؟ ليلى بنت العم سالم إبراهيم. مين؟ ليلى بن سالم إبراهيم. أيوة يا أبوي. وليش ما عرفت من الأول؟ عموما مبروك مقدما. يعني موافق؟ أيوة. وأمي؟ اللي يقول عليه أبوك أنا موافقة عليه. لا يكون عندك رأي ثاني بعد. لا بعد رأيك ما بيكون لي رأي ثاني يا راشد. والله بتصير معرس يا ولدي يا نادر. مبروك مبروك يا ولدي. سالم صديقي وما اعتقد انه بيعارض. ومتى بتروح لي يا ابوي؟ اشوفك مستعجل كثير، تراني قلت لك مبروك يا معرس. وسالم ان شاء الله لا بيردني ولا بيمانع. انا عندي الف مانع ومانع يخلوني امنع هذه الزواجة. بس يا امي انا اريدها. اختار اي وحدة ثانية غيرها. امي صدقيني هذا الانسان الوحيدة اللي حسيت انها ممكن تكون شريكة حياتي. أنا محتاج لها، محتاج للإنسانة مثلها. أمي أرجوك توافقي. كيف ممكن أوافق أنك تتزوج بنت الإنسان اللي السبب في موت أبوي جدك؟ وهي إيش ذنبها؟ ذنبها إنها بنته. اختار أي واحدة ثانية، أما هذه لا يعني لا. بس أنا ما أريد غير ليلى. أبوي أرجوك قول شيء. ما أدري إيش أقول لك يا ولدي، ما أدري إيش أقول. أنت فتحت جرح قديم كان اندمل من زمان، يعني ما لقيت من بنات خلق الله إلا بنت سالم هذه. أرجوك يا أبوي، أنت الوحيد اللي ممكن تساعدني. سيف، لا تحاول يا سيف. أنا قلت لا يعني لا. أيوة نعم، أهلا مبارك. ليلى بنتي أنا؟ خالد بن سيف؟ هذه كارثة. السلام عليكم. أهلا. كيف
كيفك يا سالم؟ أهلا راشد. شخبارك؟ أهلا نادر. يا لعم. أهلا وسهلا. حنقلنا بالمر عليك المكتب أول وبعدين نروح نتغدى معك في البيت. حياكم الله. بس خير؟ يا أبوي أريدها، أحبها. أنا ما أدري ليش أمي تتصرف معاي كذي. ليش ما تريد سعادتي؟ وبعدين هي عارفة من زمان. عارفة إنك تريد تتزوج ليلى بنت سالم؟ لا، بس كانت تعرف إني مرتبط عاطفيا بوحدة ووعدتني إنها بتوافق عليها بمجرد ما أتخرج. والحين تقول لا بعد ما تخرجت واشتغلت وأثبتت وجودي. أبوي، أنا نجحت علشانها وأثبتت وجودي علشانها. لهذه الدرجة أنت متعلق بيها؟ تعلقي بيها شيء ما يوصف. كان من المفروض تقول لأمك على كل شيء من زمان. المفاجأة يا ولدي حركت الماضي كله قدام عيونها. زين، والحل يا أبوي؟ أصبر أصبر يا خالد. حاول تكلم أمك مرة ثانية والله يقدم اللي فيه الخير. أصبر إلا متى بس؟ لين ما يجي حد غيري ويخطبها يعني؟ عفا يا أبو نادر رفع، طبعا أنا موافق، يعني أنا بحصل بنتي معرس أحسن من نادر. يا أخي كفاية إن إحنا أصدقاء. هاي نادر، إيش قلت لك؟ الحقيقة يا أبوي أنا فرحان، فرحان وايد. عموما أنتوا اليوم غداكم عندي وبالمرة نبشر العروس بالبركة إن شاء الله. ليلى ليلى. نعمي. ها فين وصلتي خالد؟ ما بيطمن قلبي يا بنتي إلا لما أشوفش متزوجة. فهذيك الساعة تكوني عرفتي طريقش وأخوش يكون عرف طريقه، ولما ياخذ بكالوريوس الزراعة أنا برتاح أكثر لأني بتخلص بالسجن اللي عايشة فيه مع أبوش. السجن اللي تقولي عليه أنت اللي فرضتيه على نفسك. ليلى، بنرجع نتكلم في نفس السالفة القديمة؟ أبوي وينه؟ ما عاد حد يشوفه ولا عاد يرجع البيت، يمكن يكون تزوج مرة ثالثة. لا. ليش لا؟ من حقه، ترى على كيفه. أمي، يعني عاجبنك هذا الوضع؟ ليلى، لما تعيشي مع إنسان عطيتيه قلبش وكل أحاسيسش وما بخلتي عليه بشيء أبداً، وفجأة تحس إن الحلم اللي عشتي فيه كان مجرد وهم، إيش يكون موقفش؟ جرح القلب يا بنتي ما يندمل بسهولة، وخصوصاً مع موت أقرب الناس اللي هو أبوي. قدش يا أمي يا أمي يا أمي، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسامح. سبحانه، بس نحن بشر، وإذا قدرت تسامحي كيف تقدر تنسي؟ أنا يا بنتي ما أكذب عليش، حاولت كثير علشانش وعلشان أخوش. أبوش ممكن يكون إنسان زين، لكنه أسوأ إنسان قابلته في حياتي. أتمنى اليوم اللي أشوفش فيه متزوجة علشان أتخلص من العيشة معاه. أمي هو ما حس بغلطته ورجع لك كل حقوقك؟ رجع الفلوس، لكن ما يقدر يشفي جراح قلبي، ما يقدر يرجع أبوي اللي راح، ما يقدر يرجع حبي ليه، ما يقدر يرجع الحلم اللي أنا عشت فيه. الفلوس يا بنتي ما تقدر تشتري وتبيع العواطف، صدقيني. خلاص خلاص يا أمي، خليش على راحتش. بس أنا أقول لش هذا الكلام وأعيد لش إياه علشان ما تنظري لي نظرة اتهام مرة ثانية. لازم تعرفي يا ليلى أنا عشت هني علشانش أنت وأخوش. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا يا راشد يا أخوي. أهلا يا راشد، تفضل يا أخوي، تفضل يا صديق عمري. أهلا بالمعرس. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفتوا شرفتوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا راشد. تفضل 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 يا معرس، تفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تفضلوا استريحوا. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك يا اختي يا فاطمة؟ الحمد لله بخير. وكيف صفية؟ الحمد لله بخير. كيفك يا نادر؟ الحمد لله خالتي بخير. ها وين صفية؟ ليش ما جبتوها؟ كان على الأقل نشوفها شوية.
الحقيقة يا راشد يا أخوي، العادات والتقاليد تقول إن نجيب لكم الفوالة، لكن بعد عندنا مثل يقول الكلمة اللي تستحي منها بديها. تعرفي يا فاطمة، راشد صديق عمري جاي اليوم يطلب ليلى حق ولده نادر. ها ايش قلتي؟ الراي راي بنتك يا سالم، وقبل كل شيء نحن اهل ومعارف، بس اللي اعرفه شرعا ان راي البنت مطلوب، ولا انت ما معي يا سالم؟ نعم انا معاك، نعم، وانا متاكد ان رايها من رايي. احنا ما بنحصل احسن من نادر، ما شاء الله ما شاء الله. انزين يا سالم اسالها. ان شاء الله ان شاء الله بسالها ان شاء الله. يلا انا اقوم احضر لكم الغداء، استريحوا. تفضلي يا فاطمة تفضلي. الحمد لله الحمد لله، احنا عائلة متفقين على قلب واحد يا راشد يا اخوي. الحمد لله. عن اذنك يا راشد يا اخوي دقيقة. تفضل تفضل. كنت اتمنى انه اخوك السعيد يكون موجود معنا في مثل هذا اليوم، بس الله يهديه جالس في البلد مع ان الامتحانات قريبة. ايش قلتي؟ ابوي ما احترامي لرايك واحترامي الكبير للعم راشد ونادر، الا اني اعتبر نادر مثل اخوي، ومعزته من معزة اخوي سعيد. ايش قلتي؟ اخوك نادر يا ولدي. ولا يهمك يا نادر، الله يهديك، بس ان شاء الله بكره بتحصل انسانة ثانية وتكون شريكة حياتك، ويمكن تغير رايها. هذه المسائل يا ولدي مره يكون فيها الرفض ومره القبول، والزواج قسمه نصيب. لا يا ابوي لا، انا كرامتي فوق اي حب في الدنيا، انا قلبي كان حاسي ان هذا اللي بيصير. زين ما جيت معاكم. سكتي انت سكتي زهر، ليش كل هالدموع بس؟ ليش؟ انا ما كنت اتمنى ان نادر ينجرح في قلبه، نادر ما يستاهل لكل الخير. ليش رفضته بس؟ ليش؟ بدون ليش، وإذا كنت مصمم فأنا ما أريده. ما تريدينه؟ إيش هالكلام؟ كذي ترديني قدام الناس؟ كيف جاتك الجرأة؟ أبوي أنا تعلمت علشان يكون لي رأي، وهذا رأيي. يعني الكلام اللي سمعته صحيح؟ أي كلام؟ إيش اللي بينك وبين خالد والسيف؟ لا تحاول تنكرين، ناس شافوكم في الشارع تتكلموا مع بعض. ردي ردي ردة الماي في حلقك إن شاء الله. باغي يتزوجها؟ كيف؟ ما ممكن ما ممكن. أنت المفروض تقولي لبنتك اتنبهينا. إيش باغني أقولها؟ باغني أقولها إنك أنت السبب في موت قد خالد بعد ما سرقته وسويت معاه اللي سويته مع أبوي؟ فاطمة سكتي، لا تنبشين في الماضي الحين، خلينا في مستقبل ليلى. سمعي، الزواج من خالد تنساها لأن ما بتتم وأنا حي. لا لازم تتم، لازم يا أمي. أنت ترد علي يا ولد.